بتنزل الارض تعمل ايه؟ بتنزل عشان تشتري شجر وعشان العيد. النهارده يوم حلو قوي، العيد حلو. انا جاي النهارده اشوف ايه الدنيا وايه الاشكال الجديده والحاجات الحلوه، عشان في حاجات كتيره بتنزل كل سنه، جاي اشوف شجر او كده. يعني لفت نظري السنه دي الاشكال الجديده من الالعاب والكور والمغارات الجديده، برضو اشكال تحفه الصراحه، وشجر كبير قوي وجميل. نتفرج على بابا نويل، التماثيل، الهدايا، يعني كل عيد بنحب ننزل نتفرج مع الولاد، بنحب نتفرج على حاجات بابا نويل، بنبص في الجو، الاحتفالات، الاغاني، الحاجات جميله. شجره كريسماس مختلف، في حاجات جديده، في ابهار، في حاجات تكنولوجيا، ثلج، ليزر، حاجات مختلفه يعني عن كل سنه. بص، هو كل سنه في كريسماس في جديد، وبقالنا اكتر من 3 4 سنين اصلا الكريسماس فيه تطورات، بس هي المشكله الصغيره في الاسعار، بس نسبه الجمارك عاليه سنه، ونسبه الاستيراد عامه عاليه، وفرق الدولار فارق معانا، بس دايما في جديد، جديد في الطراطير، جديد في بابا نويل، جديد في الشجر، جديد في الكوفي، كل حاجه مناسبه لاعياد الميلاد عامه فيها جديد كل سنه. صدقني انا عندي شجره من 15 جنيه لحد 150 جنيه و200 جنيه بس، والطراطير هكذا، عندي طراطير من 2 جنيه لحد 7 8 جنيه، وعندي طراطير ب 30 و40 جنيه برضو، عندي حاجات كتير في مستوى في الاسعار. البابا نويل انا عندي حاجه من اول 5 جنيه لحد 300 400 جنيه، مقاسات واحجام، وكل مكان حسب احتياجاته. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن.